الثانية. المولى عز وجل يقول أبناءنا وأبناءكم. من هو أبناء النبي في الآية؟ الحسن والحسين. ما طلع بغيرهم النبي صلى الله عليه وآله. يجون البعض يقولون هذا النبي ما عنده نسل، أولاده كلهم دفنهم في حياته، والشيعة الحسين ولد النبي والحسن ولد النبي. هم يريدون يأسسون إلى الفكرة التي تقول وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأحساب آباء. هذول أولاد علي بن أبي طالب. الله يقول لهم في القرآن لا، هذول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام أكو عالم من العلماء يسمونه يحيى بن يعمر، عالم من علماء الشيعة، فقيه كبير، ينقل الرواية المؤرخ عن رجل عالم بعد يقول عنه الشعبي، الشعبي عالم بس من التنابلة، من تنابلة السلاطين مثل ما يسموهم. يقول أنا كنت يوم من الأيام عند أحد الولاة المعروف بقسوة، كان يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب الوالي. أنا أخو أعرف اسمه بس ما أنا قايل لكم على اتحاد. يقول لما نزل يوم الأضحى صعد المنبر وخطب خطبة بليغة، أبلغ في خطبته. يقول لما نزل التفت إلي قال هذا يوم الأضحى بما يضحي الناس حتى يذبحون الأضاحي. قال أتريد أن نضحي برجل يقول بأن الحسن والحسين أولاد النبي؟ يقول أنا ما قلت إيه أولى، سكت. جيت وياه إلى قصره شوية وإذا بالجلاوزة يسحبون يجرون يحيى ابن يعمر، عالم فقيه. يقول وقفوا أمامه، قال لي أريدك تجيب آية من القرآن تقنعني أنا اللي حافظ القرآن بأن الحسن والحسين أولاد النبي، لكن لا تأتيني بآية المباهلة غير هالآية. هذا مسك الشعبي، قلت أنا هالمسكين راح بعد ما عدنا آية أوضح منها. قال لي فإن أقنعتني فلك 10,000 درهم وإن لم تقنعني السياف أكو موجود يطير الرأس. قلت الشعبي يقول أنا قلت هذا الرجل ميت ميت خلاص ما عدنا بعد. فقال يحيى ابن يعمر أنت تحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، الآية المباركة ومن ذريته داود وسليمان، هذه الهاء الضمير عائد على من؟ قال على إبراهيم الخليل، على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. قال جميل أكمل الآية. هو يقول لهذا يحيى يقول إلى الوالي أكمل الآية. قام يكمل من نبي إلى نبي وصل وعيسى، قال قفها هنا أوقف. هذا شاهدنا الأنبياء اللي ذكرتهم قبل عيسى نسبوا بالبنوة إلى إبراهيم، لو ما نسبوا قال إيه بعد هذا القرآن ما يقدر يقول لا بعد. قال بلى نسبوا بالبنوة ممن؟ قال من آبائهم. قال لي وعيسى نسب بالبنوة إليه ممن؟ بانت الانكسار عليه. يقول الشعبي قال من أمه. قال إذا الله بالقرآن يقول عيسى ابن إبراهيم من أمه مريم والفاصلة الزمنية شايفينها أنت ما شاء الله، أيهما أقرب مريم إلى إبراهيم أم فاطمة من نبينا محمد؟